بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الأخ عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فخامة الأخ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نعرب عن تقديرنا وامتناننا للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافتها ودعوتها لهذا المؤتمر في هذا الوقت الحرج، والشكر موصول لجمهورية مصر العربية الشقيقة والأمم المتحدة للمشاركة في تنظيم ورعاية مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة. نجتمع اليوم لتحديد سبل تعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية التي ما زالت تتسع بسبب العدوان على غزة. لن أدخل في تفاصيل حجم المساعدات التي أرسلها العراق أو التي يستعد لإرسالها لأنها أقل مستويات الواجب، لكننا نعيد التأكيد على المبادرة التي أطلقناها في مؤتمر السلام 2023 في القاهرة لإنشاء صندوق لدعم غزة بعد العدوان، ولوضع تقييم مدروس يحدد الاحتياجات ويقسم الالتزامات بيننا بطريقة منهجية. لقد كشف العدوان على غزة هشاشة النظام الدولي وعزه في القيام بواجباته ومسؤولياته في ظل حملة التطهير والإبادة الجماعية والخروقات الواضحة لكل القوانين والشرائع، ومع الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، إذ أن أعداد الضحايا باتت أعداداً مرعبة نحتسبهم شهداء عند الله. ومع هذه الدلائل التي لا جدل فيها على وحشية ما يجري، نجد أن العالم وقف عاجزاً ويتستر خلف مواقف خجولة لا ترتقي لأدنى حدود المسؤولية. وتسببت بربرية العدوان في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في عموم قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي تعاني بالأساس من مشكلات اقتصادية نتيجة انتهاكات الاحتلال المستمرة، فقد بلغت نسبة نازحي قطاع غزة أكثر من 80% من مجموع سكانه البالغ قرابة 2,300,000 شخص، وترك 500,000 عامل أعمالهم بسبب الحرب. واليوم أدى هذا العدوان إلى تدمير 370,000 وحدة سكنية في غزة، وتضرر أكثر من 53% من منشآت المياه والصرف الصحي من مجموع أكثر من 600 منشأة، وتوقفت محطة كهرباء غزة عن العمل منذ تشرين الأول لعام 2023، وهي تحتاج إلى 400,000 لتر من الوقود يومياً. كما دمرت البنى التحتية لقطاع التربية والتعليم بشكل متعمد، فهدمت المئات من المدارس والجامعات، وتضاعفت أعداد الطلبة الذين فقدوا مقاعدهم الدراسية، فخرجت 82% من المدارس عن الخدمة، وحرم قرابة 625,000 طالب وطالبة من التعليم في جميع المراحل، واستشهد أكثر من 5,500 طالب وطالبة و261 معلما و95 أستاذا جامعيا، وأصيب أكثر من 8,000 طالبة وطالبة و756 معلما. ولم يكن القطاع الصحي بعيدا عن الهجمات الوحشية للاحتلال الصهيوني، فقد تابع العالم على الهواء مباشرا عمليات قصف المستشفيات والمجازر التي ارتكبت بحق الأطباء والكوادر الصحية والمرضى الراقدين، فمن أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت 32 منها عن الخدمة، حيث تهدم بعضها وتضرر بعضها الآخر. وتأكيداً لوحشية وهمجية العدوان وانحداره إلى أسفل درجات الانقطاع الحضاري، فقد تهدم وتضرر بسبب عدوانه أكثر من 195 موقعاً أثرياً و13 مكتبة عامة و227 مسجداً و3 كنائس. إن الجرائم الصهيونية قد أدرجت ضمن التصنيفات التي تدين سلطة الاحتلال وفق القوانين الدولية وخرقها لحقوق الإنسان،
لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية مارست خلالها عمليات قتل وتجويع وتهجير بحق الشعب الفلسطيني، وفاقمت من معاناته بسبب نقص الغذاء والدواء وفقدان مياه الشرب والوقود، بعد أن أحكم الاحتلال غلق المعابر ومنع دخول المساعدات. لقد سارعت الكثير من الدول في التواصل معنا لأجل تعضيد جهود احتواء الصراع ومنع توسعته، لكن هذه الدول تتماهى مع خروقات سلطات الاحتلال حين يعتدي على بعض الدول في المنطقة، ويعمل جاهداً على توسعة الصراع دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية، وهو ما يعده العراق أمراً غاية في الإجحاف والخطورة. نحن نؤمن بأن السبيل الوحيد أمامنا جميعاً هو السعي الحثيث لوقف إطلاق النار أولاً، لمنع توسع الصراع وإنهاء الجرائم التي ترتكب بحق سكان غزة، ومن ثم العمل بجدية على استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الإنسانية والقانونية، في أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى كامل ترابه التاريخي. لذلك إذا أردنا أن نكون جادين في وقف هذا العدوان، علينا معالجة جذور الظلم والإجحاف بحق هذا الشعب المنكوب، ودعم وجود الدولة الفلسطينية بشعبها وأرضها، وحث دول العالم جميعاً أن تتبع هذه الخطوة. وبهذا الصدد نحيي قرار مملكتي أسبانيا والنرويج وجمهورية إيرلندا وسلوفانيا، ونحيي أيضاً وكالة الأمم المتحدة الأونروا على دورها في تخفيف المعاناة عن هذا الشعب. أخيراً، ربما تكون ردود الأفعال الشعبية خصوصاً في العالمين العربي والإسلامي ليست بمستوى الحدث وما يحمل من بشاعة، ولكن لدينا وجهة نظر مختلفة، إذ أن هذا الكبت سيؤدي حتماً إلى موجة تطرف جديدة تهدد الأمن القومي لبلداننا وتزعزع السلم والاستقرار العالمي. أن حجم هذه الجرائم والفظائع التي وقعت بحق المدنيين قد أضر بمصداقية القوانين الدولية والنظام الدولي ونزع الثقة عنه، والذي من المفترض أن يبنى على الأنظمة والقوانين العادلة، وسيكون لهذا ثمن جسيم تتحمل تداعياته الدول الكبرى التي ترعى أنها اجتهدت لتأسيس هذا النظام. وما صدمنا في الصميم طريقة التعامل مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والازدراء من قبل هذه الدول التي عادة ما تطالب باحترام الشرعية الدولية، ولا أعني بهذا حكومة الكيان الغاصب حيث أن سجلها حافل بخرق القوانين الدولية. وفي الختام نتطلع إلى نتائج عملية لهذا المؤتمر في تحشيد الدعم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بطريقة منسقة وفعالة، والعمل على خطة وتقسيم الأدوار والتحشيد العالمي والشعبي لتوسعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.